طيب بسم الله يا جماعة، خلونا نبدأ نلعب لعبة Resident Evil Zero. لكن قبل ما نبدأ كالعادة لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه لتصلوا كل جديد وتدفوا المقطع للناس المهتمين بسلسلة Resident Evil. يلا نبدأ. تبتدأ أحداثنا قبل أحداث الجزء الأول. أيوة، جزء Resident Evil Zero هو قبل أحداث الجزء الأول، وتأخذنا الأحداث بقطار قريب من القصر حقت الجزء الأول، والناس اللي جوة القطار قاعدين يمارسوا وقتهم بالكلام والقراءة لحد الوصول لوجهتهم. لكن فجأة بتهجم عليهم مخلوقات غريبة تبدأ تنتشر في القطار زي ما انتوا شايفين، ونكتشف بأن المتسبب في هذا الشيء هو هذا الشخص. بعدها تقول الأحداث عن فرقة ستارز اللي جات تحقق بخصوص غابة راكون سيتي، وهي الفرقة اللي كانت مفقودة ببداية الجزء الأول اللي تتذكروا، وكنا ندور عليها بقيادة القائد ويسكر. ونشوف بأنه هذا الفرقة فيها ريبيكا وكمان القائد أريكو، واللي مات في الجزء الأول على يد ويسكر لما طرحوا قبل ما يعترف بحقيقة كل شيء شافه. طبعا واضح أنه السالفة عند البعض ملخبطة، فعشان كذا راح أحط لكم رابط الجزء الأول في أول التعليق عشان توضح الأمور لكم. على العموم بعدها ينفجر المحرك، وهذا بيخلينا نهبط هبوط اضطراري ونحقق في المنطقة لحد ما نلاقي سيارة عسكرية، ولو حققنا فيها راح نكتشف بأنه هذه السيارة العسكرية كانت تنقل سجين اسمه بيلي كوين، الملازم الأول السابق واللي عمره 26 سنة، واللي لازم يتم نقله إلى قاعدة رغفن للإعدام. طبعا كل الأعضاء فهموا بأنه السجين بيلي هو اللي قتل الجنود اللي جوة السيارة عشان يهرب، ولازم الكل ياخذ الحذر منه. طبعا هذا راح يخلينا نحقق لحد ما نلاقي قطار اللي شفناه في أول اللعبة، فنقوم ندخله وكذا زي ما انتم شايفين نبدأ نلعب اللعبة. طبعا نطول طوال لحد ما نلاقي باب وندخله، وتكتشف ريبيكا بعدها انه كل الركاب حقت هذا القطار لاقوا حتفهم. بعدها بتاخذ الراديو اللي لقته على الارض، لكن فجأة بنتفاجأ انه هذا الراكب بيصحى وبيهجم على شخصية ريبيكا، ولما نحاولت تهرب كونها في حالة تعجب عن اللي قاعد يصير، بتلاقي كمان في ركاب زيه قدامها باشكال مخيفة، ولازم تواجه هذا الكابوس المرعب عشان تهرب منه. طبعا نحاول نقتل الزومبي اللي قدامنا عشان مباشرة ندخل من الباب اللي وراه، وبعدها نطول لآخر الممر عشان نحصل مفتاح مهم عند هذا الجثة الهامدة. وفجأة بيجي ورانا السجين بيلي واللي شفنا تقريره عن ذيك السيارة المحطمة، وبيده الأصفاد وهو يهددنا بأنه ما نتحرك. طبعا ريبيكا بتقول له انه انت السجين بيلي واللي كان المفروض ينقلك للاعدام، وبيلي اكتشف انه ريبيكا من فرقة اعضاء ستارز، وهذا معناها انه هو راح يكون في خطر لو جلس هنا كون انه هم قاعدين يبحثوا عنه، فقام هرب زي ما انتم شايفين. لكن ريبيكا قالت له انه انت قيد الاعتقال، وبيلي قال لها يا وجه الدمية شوف الاصفاد بيدي وش تبغى اكثر من كذا، وبعدها زي ما انتم شايفين بيلي مشي. بعدها بنمشي لكن فجأة بنسمع صوت تحطم زجاج، ونكتشف بأنه هذا زميلنا إدوارد وهو بإصابات بالغة، وجالس يحذرنا أنه الغابة خطيرة جدا ومليئة بالوحوش، وفجأة زي ما انتم شايفين بتدخل الكلاب، وبكذا لازم نهرب منها. طبعا نرجع للغرفة اللي واجهنا فيها الزومبي الأول مرة، ونحاول ندخل من الممر اللي وراهم عشان نرجع مكان ما بدأنا اللعبة. فجأة بيكلمنا القائد أريكو بالراديو ويحذرنا من السجين بيلي، لأنه قرأ عنه معلومات بأنه جدا خطير ولازم نحذر منه، لأنه قتل 23 شخص. هذا الشيء زي ما انتم شايفين مرة خوف بشخصية ريبيكا، وش اللي قتل 23 شخص بالضبط وأنا جايب ملابس إسعاف على إني قال لك كاواي؟ على العموم بعدها بندخل الباب اللي قدام كونه معانا المفتاح اللي أخذناه من الجثة، وفجأة وإحنا بنتقدم بيجي شخصية بيلي قدامنا. طبعا بيلي يقول لها يا بزرة المكان مرة خطير ولازم نتعاون مع بعض عشان ما يسووا فينا إدام بشري، لكن ريبيكا رفضت كونه بيلي مرة مجرم، واو انت مرة مخيف ولا تناديني ببزرة. احس من تعابير بيلي بانه وده يطيح بشخصية ريبيكا ضرب، كون انه هي جالسة تسوي كيوت على راسه، وقف يا متوحش انت رهن الاعتقال والقطار كل امه ملغب بالزومبي، بدل ما تتعاون معاه قاعدة تسوي قال لك انه يا متوحش وقف. فقام قال لها تمام وريني هياطك بانه انت تنقذ نفسك وانا راح انتظرك هنا. طبعا بنطلع الدرج، ولما نتقدم بنلاقي شايب جالس بالكرسي، ولما نقربنا منه انقطع راسه، وبدأت هذه المخلوقات بالتجمع لحد زي ما انتم شايفين طلع قدامنا
هذا الوحش. طبعا نسوي الهروب الكبير ونرجع لأدراجنا، لكن الوحش ما يبغى يسيبنا ويقوم يهجم علينا مباشرة. واو ابتعدوا عني يا حشرات. وفجأة زي ما انتوا شايفين يتدخل شخصية بيلي عشان ينقذ الموقف بكل خطارة. طبعا بيلي بيروح يطمن على ريبيكا وقالت له بانه هي تمام، لكن فجأة بيشوفه من الشباك نفس الشخص اللي جاء من بداية اللعبة وكلهم متعجبين عمين هذا شبه سفرث بالضبط. لكن فجأة زي ما انتو شايفين بيتحرك القطار، وبيلي قال لريبيكا لازم نروح نشيك على اول المقطورة عشان نعرف مين اللي جالس يحرك القطار، وقال لها لازم نتعاون مع بعض لانه الوضع صار خطير. وريبيكا قالت له تمام، لكن لو سويت اي شيء خطير راح اطلق عليك. بعدها اعطانا ذخاير للمسدس وقال لها لو صار اي شيء كلميني بالراديو. طبعا نطول من مكان ما طلع ذاك الوحش ونقوم نطلع من فوق القطار بالسلم هذا، ونقوم نمشي لحد مولد الكهرباء، وانا في تأمل على كمية الجرافيكس الخطير واللعبة جدا قديمة. على العموم لما وصلنا للمولد الكهرباء عشان نوصل الاسلاك ببعض، زي ما انتم شايفين بتهجم علينا هذا الحشرات وتقوم تطيحنا بالفتحة لتحت. لما نزلنا تحت نقوم ناخذ المفتاح من هذا الجهة، ومن ثم نجي هنا ونقوم نحط المفتاح جوة هذا الجهاز، وبكذا هذا المفتاح راح يوصل لشخصية بيلي. وعشان ناخذه لازم نلعب ببيلي في الوقت الحالي باننا نطول لحد ما ننزل الدرج، ومن ثم نطول لذي الجهة ونلف يمين في يمين لحد ما نلاقي هذا الجهاز اللي نفس الجهاز اللي مع شخصية ريبيكا، ونقوم ناخذ المفتاح اللي ارسلته لنا. وبعدها نقوم نرجع عند المكان اللي قابلنا فيه بيلي الاول مرة وندخل من هذا الباب كون انه عندنا المفتاح، ونقوم بعدها نضغط هذا الزر اللي ورا الباب عشان زي ما انتو شايفين ينزل السلم. وعلى بال ما ينزل اقوم اخذ هذا الشنطة اللي موجودة على جوة الدولاب لانه فيها قطعة مرة مهمة، وبعدها نقوم نطلع السلم مباشرة. بعد ما طلعنا من السلم زي ما انتو شايفين بدأ بيلي يحس بانه في مخلوق قاعد يمشي من فوق القطار، لكن زي ما انتو شايفين طنشنا الموضوع وقمنا دخلنا من عند الباب اللي موجود على اخر الممر، وبعدها رحنا عند هذا الطاولة واخذنا هذا القطعة ومباشرة نرجع لأدراجنا. لكن وانا راجع بيطلع هذا المخلوق الغريب واللي كان يمشي فوق القطار، ولازم اقضي عليه عشان اعدي للسلم اللي موجود وراه. طبعا كل اللي لازم تسويه مع هذا المخلوق هو ان انت تضربه بالسكين، كل شوية تضربه كل شوية تضربه لحد زي ما انتو شايفين بيموت، ولا تقعد تضيع ذخائرك عليه. بعد ما قتلناه ناخذ هذا القطعة اللي كانت وراه، وبكذا نرجع مرة ثانية لهذا الجهاز عشان نرسل لريبيكا القطعة اللي اخذناها من طاولة الاكل، وبكذا ريبيكا قدرت تفتح الباب اللي قدامها بالقطعة اللي اخذناها من بيلي. والحين زي ما انتو شايفين انا بنفس المكان اللي انا وبيلي اتفقنا بان احنا نتعاون، ونقوم ننزل من الدرج لتحت عشان نقابله. بعد ما قابلنا بيلي نطول ونفتح هذا بالقطعة اللي اخذناها من ورا الزعيم عشان ننزل لتحت. طبعا بنقابل كلاب قدامنا، فنقوم زي ما انتو شايفين نقتل فيهم، ونقوم ناخذ من القفص هذا القطعة المهمة واللي راح تفيدنا بعدين، ومن ثم ندخل هذا الباب مع ريبيكا. الحين احنا نبغى هذا السلاح اللي زي ما انتو شايفين موجود عند الجدار، وعشان تاخذ هذا السلاح لازم ريبيكا تشغل الجهاز عشان احنا ناخذ السلاح بسرعة قبل ما يكفل على السلاح، وبكذا زي ما انتو شايفين قدرنا ناخذه. وبكذا نرجع عند الممر اللي طلعوا فيه الزومبي لأول مرة عشان نستخدم السلاح هذا بالفتحة اللي موجودة هنا، وبكذا يقدر يطلعنا لفوق، ومباشرة نروح ننزل لهذه الفتحة عشان ندخل لهذه الغرفة ونقوم نقتل الزومبي عشان ناخذ القطعة اللي قدامه مباشرة. وبكذا نرجع عند ريبيكا مرة ثانية كون ان احنا اخذنا القطعة، ونقوم نحط القطعة اللي اخذناها من قفص الكلاب والقطعة اللي اخذناها قبل شوية بالشنطة عشان ناخذ البطاقة اللي جوة الشنطة، وبكذا راح نرجع ثاني عند ذي المنطقة اللي قابلنا فيها بيلي لأول مرة عشان نفتح الباب بالبطاقة اللي معانا. لكن فجأة واحنا نبي نتقدم بنشوف اثنين من الجنود وهم يعطوا تقرير لشخص غامض بانه تمت السيطرة على القطار. وهذا الشخص الغامض زي ما انتو شايفين واللي قاعدين يعطوه التقرير هو ألبرت ويسكر، وجنبه ويليام بيركن واللي وهقنا بالجزء الثاني. بنشوف انه هو مستغرب عن مين اللي سرب التي فيروس بالقطار وكمان في القصر. ويسكر قام قال لأتباعه بأنهم لازم يدمروا كل الأدلة عشان ما حد يدري، لكن للأسف زي ما انتو شايفين أتباعه ماتوا بسبب هذه المخلوقات واللي يتحكم فيها ذاك الشخص
الغريب. بعدها ندخل للباب ونشوف الجنديين وهم ميتين، ونقوم ندخل للباب اللي على آخر الممر، وبكذا وصلنا عند وحدة التحكم حق القطار. بيلي قال لازم نوقف هذا القطار بسرعة ولا راح يتحطم علينا، وبكذا لازم نختار مين يجلس هنا ومن اللي يروح للسيستم عشان يوقف القطار، وأنا اخترت إني أروح بريبيكا. لكن قبل ما أروح أخذت هذا البطاقة اللي على الطاولة وقمت أرجع لآخر القطار، لكن وأنا في طريقي بنشوف إنه زميل ريبيكا اللي هو إدوارد تحول لزومبي، وهي في كمية حزن على إنه هي لازم تقتل زميلها. بعد ما أنهينا معاناة زميل ريبيكا واللي هو إدوارد، نقوم نرجع مرة ثانية عند هذه المنطقة واللي أخذنا منها المسدس اللي موجود على الجدار، ولازم دحين نروح عند وحدة التحكم هذه ونحط البطاقة اللي أخذناها من الطاولة، وبعدها لازم نحل هذا اللغز. والمطلوب منك في هذا اللغز بأنه أنت لازم تطابق الرقم المطلوب، ولما طابقناها بالشكل الصحيح لازم بيلي يسوي نفس الشيء، وبكذا وأخيرا قدرنا نوقف القطار. لكن للأسف الشديد وزي ما أنتوا شايفين خرج القطار عن مساره. ما أعرف وش فائدة بأنه احنا وقفنا القطار إذا راح ينحرف على المسار ويخلينا ما بين أنقاض، لكن العموم ما علينا. طبعا بيلي يقوم ويساعد ريبيكا ويقول لها بسرعة خلينا نهرب لأنه المكان زي ما انتو شايفين جدا خطير. فنقوم بعدها نهرب وندخل مباشرة من هذا الباب، ومن ثم ننزل عند المجاري ونمشي فيها لحد آخر الممر، وبعدها نطلع للسلم مباشرة. أول ما طلعنا نشوف نفسنا في قصر غريب، ولما ريبيكا طلعت الدرج عشان تشوف اللي في الصورة اتضح بأنه اللي في الصورة هو نفس الشخص اللي تحول بالقطار. بنشوف بعدها ويسكر وويليام قاعدين يتجسسوا علينا، وويليام قاعد يقول بأنه هذولا مين، ويسكر يقول له بأنه هذا ريبيكا وهي عضوة مبتدأ من فرقة ستارز، لكن الثاني معرفه لكنه مألوف وقد شفته قبل كذا. فجأة بنسمع الدكتور جيمس ماركس يتكلم من الميكروفون بكلام زي الطاعة تولد الانضباط والانضباط بيولد الانتاج، وقام قال بأنه أنا الشخص اللي سربت التي فيروس في القصر وكمان في القطار. وبكذا أعزائي المشاهدين عرفنا ليش القصر في الجزء الأول كان ملغب بالزومبي، لأنه هذا الشخص الغامض هو اللي سربه، وسبب أنه هو سوى هذا الشيء هو عشان ينتقم من أمبريلا. بعدها بنشوف الدكتور ماركوس بالفيديو، مع أنه هذا الشخص قال بأنه أنتم يا ويسكر ويا ويليام اللي قتلتم الدكتور جيمس ماركوس، وهو واحد من مؤسسي شركة أمبريلا ويعتبر صديق إدوارد أشفورد جد ألفرد وإليكسيا اللي بجزء كود فرونيكا، والمكان اللي احنا فيه هو قصره اللي سووا فيه بحوثه العلمية، ده غير انه هو مكتشف التي فيروس اللي يحول المخلوقات لزومبي. ايوه هذا الطحش هو اللي اكتشف التي فيروس وهو اللي يحول الناس لزومبي، وبكذا احنا عرفنا ليش القطار وليش القصر تحولوا لمخلوقات زومبي. طبعا نطلع فوق الدرج من الجهة اليسار ونقوم ندخل هذا الباب، ونقوم بعدها ناخذ هذا القطعة اللي موجودة عند الدولاب ونطلع برا بسرعة قبل ما يهجموا علينا الغربان. بعدها ننزل من الدرج وندخل لهذا الباب الكبير، ونحاول بعدها نتفادى الزومبي بقدر المستطاع، ونقوم ندخل من هذا الباب، وبعدها نروح ندخل لهذا الباب اللي بالزاوية وبرضه نتفادى الزومبي بقدر المستطاع لحد ما ناخذ هذا القطعة. بعدها نرجع لورا ونطلع هذا الدرج، وراح نلاقي نفسنا كأننا في السطوح حقت هذا القصر، فنقوم نطول ونقتل كل الزومبي اللي سادين طريقنا عشان ندخل من هذا الباب اللي وراهم. بعدها راح نلاقي نفسنا في هذه القاعة الغريبة واللي راح نجيها بعدين، لكن في الوقت الحالي لازم ندخل على الباب اللي على اليمين، ونقوم نطول ونتفادى الزومبي لحد ما ندخل لهذا الباب الكبير. بعدها نطول في هذه الغرفة الغريبة، وقدامها راح نلاقي هذا الشيء، فنقوم نحط القطعة اللي اخذناها من الغرفة اللي هجموا علينا الغربان، ومن ثم نخلي بيلي يتحكم فيها كون انه هو عنده القوة عشان يطلعنا لفوق. اول ما طلعنا لفوق لقينا هذه المخلوقات الغريبة اللي قاعد تهجم علينا، فنقوم نتفاداها عشان ندخل من هذا الباب اللي وراهم، لحد ما برضو نلاقي نفسنا بسطوح القصر، وكالعادة لازم نجري بسرعة عشان لا تجي الغربان حقت إيتاشي تاكلنا وندخل من هذا الباب. بعدها نطول في هذا المكان الغريب وننزل من هذا الدرج، ونقوم نفتح الباب اللي عند آخر الممر، وبكذا بيلي يقدر يجي لعندنا. طبعا احنا نحتاج بيلي في حاجة مرة مهمة، لكن قبلها دخلت هذه الغرفة وتفادت كالعادة هذه المخلوقات الغريبة عشان آخذ هذا السلاح المهم، وبرضه كمان عشان اخذ هذه القطعة، ومن ثم اطلع برا مباشرة. بعدها نطلع ثاني لفوق ونخلي بيلي يحرك هذا الشيء كون انه هو عنده القوة،
بانه يرفع القفص لفوق، وبكذا راح يجي دور ريبيكا بانها تنزل لتحت السلم وناخذ المفتاح اللي كان قافل عليها القفص، وفجاه نشوف ام 44 يمسك ريبيكا والحل لازم ننقذها، مع ان شايفهم يحضنوا بعض بحب لكن ما علينا. بعدها نقوم نجلد ام 44 جلد بهذا السلاح اللي اخذته من الغرفه، لحد زي ما انتم شايفين انقذت ريبيكا وقالت لي شكرا يا اونيتشن وافرك شعلي عشان انا مره كاواي. احس وجود ريبيكا في فرقه ستارز كانها الادل حقهم، مو زي كانها قاعد تحارب الخطر البيولوجي، لكن العموم ما علينا. بعدها نرجع ثاني لذي الغرفه كون ان احنا اخذنا المفتاح اللي كان ساده القفص، لكن فضيت زي ما انتم شايفين هذا المنطقه من الزومبي عشان نقدر نفتح هذا الباب الاحمر، ومن ثم نلاقي نفسنا بالمطبخ فنجي عند هذه الطاوله عشان ناخذ هذا السائل الناري. كان ودي بصراحه اطبخ اندومي في المطبخ هذا، لكن حتجي وجه الدميه ريبيكا وتسوي الدكتوره على راسي، لا يا بيلي الاندومي خطير، انا خايفه عليك ونيتشا. لكن العموم ما علينا، كون انه معانا هذا السائل الناري في الوقت الحالي هذا راح يرجعنا مرة ثانية لذي الغرفة اللي بيلي طلع فيها ريبيكا بالمصعد لفوق، ونقوم نزود الولاعة بالسائل اللي أخذناه بالمطبخ، وبرضو لا تنسى القطعة المهمة اللي عند الطاولة، وبعدها نجي عند هذا الباب ونولع الشمعة الموجودة جنبه عشان ينفتح الباب. أول ما ندخل راح نلاقي زومبي، فنقوم نتفاداهم عشان نطلع فوق لهنا ونقوم ندف الدولاب حق الكتب هذا عشان زي ما انتم شايفين ناخذ هذا الكتاب، ولو فحصناه راح يطلع جناح ملاك ونقوم ندمجه مع هذا القطعة، وبكذا زي ما انتم شايفين باقينا فقط جناح الشيطان عشان يكتمل التجميع. بعدها نطلع برا من ذي الغرفة حقت المصعد ونقوم نلف يسار ونفتح الباب الأحمر بالمفتاح اللي أخذناه بنفس المكان اللي هجم علينا أم 44. طبعا نقوم نطول بهذه الغرفة ونقوم ندف الطاولة لقدام، لكن قبلها لازم تشغل النور حق الغرفة عشان لما نطلع فوق عند الطاولة ونقدر نشوف القطعة الموجودة عند قرن الغزال فنقوم نقدر ناخذها، والحين راح تعرفوا وش غرضها. بعدها نرجع مرة ثانية لهنا، واللي لما طلعنا بالمصعد لوحدنا قابلنا ذي المخلوقات، فنقوم نقتلهم عشان نقدر ناخذ راحتنا في هذا المكان بأننا نحط هذه القطعة اللي أخذناها من قرن الغزال لهنا. بعدها نحل هذا اللغز حق الساعة بأننا نخلي العقرب الكبير عن 3 والعقرب الصغير عن 8، وبكذا زي ما انتم شايفين فتح لنا بابين موجودين عند القاعة الرئيسية اللي فيها صورة ماركوس، عشان كذا طبعا لازم نرجع لعندها ونقوم ندخل لهذا الباب الأول ونقوم نطول ونقتل الزومبي اللي سد طريقنا عشان نقدر ناخذ هذه القطعة، وبكذا عندنا القطعتين اللازمة. بعدها ندخل الباب الثاني اللي انفتح بسبب لغز الساعة، ونقوم نفضي الغرفة كلها من الزومبي ونحط القطعتين اللي أخذناهم بالجهاز عشان نقدر نشوف الرموز بشكل أدق، وكمان عشان ناخذ هذا السي دي. وبكذا نرجع لهذا القاعة المهمة اللي قلت لكم عليها، كون انه عندنا السي دي ونقوم نحط السي دي بالكمبيوتر اللي فيه له شعار امبريلا زي ما انتم شايفين، وبعدها راح يطلع رمز 2D. طبعا 2D ما تقرب ل 2B، انا عارف انها سامجة بس حبيت اذكر المشاهدين، وهذا راح يخلينا زي ما انتم شايفين نروح عند مقاعد معينة، وكونه شفنا الرموز بالكمبيوتر اول فنعرف الاماكن الصحيحة، وبكذا زي ما انتم شايفين قدرنا نفتح البوابتين اللي الاصنام كانوا سادينها بالسيوف. طبعا ندخل لهذا البوابة اول، كونه شيء طبيعي انه هي بنفس القاعة اللي حلت فيها اللغز في الوقت الحالي، ونحاول نقتل الزومبي اللي سادين طريقنا عشان نقدر ندخل لهذه الغرفة واللي كأنها صالة شطرنج. فنقوم نحرك هذا القطعة بالاتجاه الصحيح، وبكذا راح نقدر ناخذ هذا القطعة كونه سوانا اللغز صح، وهذا القطعة هي جناح الشيطان، وبكذا عندنا كل القطع اللازمة. فعشان كذا لازم نرجع عند قاعة القصر اللي فيها صورة ماركوس مرة ثانية ونحط القطعتين اللي عند هذا الصنم حقت الملاك وحقت الشيطان، وبكذا زي ما انتم شايفين يا اعزائي المشاهدين انفتح الممر السري واللي يعتبر وراء صورة العالم ماركوس. طبعا ندخل الممر السري ونحاول نتجنب قرصة العناكب لحد ما ندخل عند الباب اللي على اخر الممر، وفجأة نلاقي نفسنا بمنطقة تعذيب، ولو طولنا طوالي راح نلاقي فتحة تهوية، وبكذا بيلي قام رفع ريبيكا عشان تدخل فيها. طبعا ريبيكا اول ما نزلت انفجعت بأتوات التعذيب واللي جدا مليانة بالغرفة هذه. ايوه هي دخلت فرقة ستاز عشانها مرة كيوت بانها ما تشوف حاجات زي كذا، فلا تاخذوها لو سمحتوا. لكن بعدها رحنا عند ذي الجهة عشان وحدة التحكم، ولما سوينا الاعدادات بالشكل المضبوط قدرنا نفتح بابين مرة مهمة، وكمان قدرنا نوقف تسرب الغاز اللي في هذه الغرفة. بعدها نشوف هذا الشخص مرة معصب لأنه احنا دخلنا هذه الغرفة واللي تعتبر من ممتلكاته، فعشان كذا قام فتح قفص للقرود عشان يهجموا علينا، وبكذا زي ما انتم شايفين القرود جوه لعندنا وقاعدين يبغوا ياكلوا ريبيكا
وريبيكا جالسة تقول اتركوني اتركوني يا متوحشين ونيتشا بيلي بيلي. وبعدها زي ما انتم شايفين تنقلنا الاحداث لويسكر وويليام. ويليام مش مصدق بانه الشخص اللي شفناه واللي جالس يهدد فينا هو نفسه ماركوس، ده غير انه قال لو هذا الكلام صح يعني امبريلا في خطر شديد جدا. ويسكر قال بانه لو انكشف اللي سوناه للدكتور ماركوس هذا الشيء رح ينهي اعمال السيد سبنسر، وهو واحد من مؤسسي امبريلا، وفوق هذا كمان رح ينهي اعمالنا. فقام ويليام قال له طيب وش رح نسوي بالضبط حاليا؟ ويسكر قال من هنا انا لازم اودع شركة امبريلا وانصحك يا ويليام تسوي نفس الشيء. لكن ويليام قال له انت تستهبل، انا ما راح اترك ابحاثي لاني جالس اشتغل على الجي فيروس، وهو الفيروس اللي حول الوحش في الجزء الثاني ووهقنا معه. فقام ويسكر قال له انت حر، لكن انا في الوقت الحالي راح اخذ فرقة ستارز للقصر، لانهم راح يكونوا تجارب مثالية للفيروس كونهم اقوياء ولقد ايش راح يصمدوا، وهذا شيء طبيعي راح يجيبنا عند احداث الجزء الاول. ويليام قال له سوي اللي تبغاه، لكن انا لازم اضع نهايه لهذا المجنون ماركوس، فعشان كذا لازم افعل جهاز التدمير الذاتي عشان تختفي كل الادله تحت الانقاض. بعدها نشوف ريبيكا وهي جالسه تتمسك بالسطح وتحتاج لمساعده، وبكذا زي ما انتم شايفين لازم نلعب بالاونيت شامبيلي بان اروح لهذا المنطقه مره ثانيه وندخل لهذا الباب ونقوم نطول وندخل لهذا الجهه، وبكذا نقدر نعدي كون وقفلنا الغاز وندخل الباب الموجود أسفل الدرج. بعدها نطول من هذا المكان الغريب ونتفادى القرود بقدر المستطاع لحد ما ندخل هذا الباب، وبكذا زي ما انتم شايفين قدرنا نلحق ريبيكا وننقذها من السقوط. بعدها القائد أنريكو بيكلم ريبيكا بالراديو ويكلمها بخصوص انه هل مسكت بيلي، لكن ريبيكا ردت عليه وقالت له بانه لا لسه ما مسكته، وهذا يوريك بأنه ريبيكا بدأت حرفيا توثق بشخصية بيلي تماما. قام بيلي شكرها على هذا الشيء، وريبيكا قالت عادي لأنه أول مهمة سويتها في فرقة ستارز عصيت الأوامر فيها. لكن بعدها ريبيكا سألت إذا هل أنت من جد يا بيلي قتلت 23 شخص ولا لا، وإنها تبى تعرف الحقيقة في هذا الموضوع. بعدها بيلي قاعد يحكي السالفة بأنه السنة الماضية أرسلونا بمهمة في أفريقيا عشان نتدخل في حرب أهلية، ومهمتهم بأنهم يهجموا على قوات محددة داخل أعماق الغابة، لكن الغابة كانت جدا خطيرة والموقع اللي بغي يروحوه كان جدا بعيد، فمات الكثير من أصحابه بسبب العطش أو بسبب قطاع الطرق، ولما وصلوا زي ما انتم شايفين أصلا ما طلع فيه قوات ولا في أي حاجة، مجرد بشر عاديين. وبيلي قال بأن المسؤولين الحمير حقنا هم أعطونا معلومات غلط بخصوص هذا الموقع، وهذا عصب من قائد بيلي والفرقة اللي كانت معاه بأنهم بعد كل التعب ذا ما رح يرجعوا بيد فاضية، وقاموا هجموا على القرية واللي كانت عبارة عن ناس مساكين. بيلي حاول يوقفهم لكن الجنود صاروا بدون عقل بعد اللي صار لهم في هذه الرحلة، فقاموا ضربوا بيلي وبعدها قتلوا كل المساكين اللي كانوا بالقرية. بعدها ريبيكا قالت له هل انت قتلت الجنود اللي كانوا بالسيارة واللي شفناها ببداية اللعبة؟ وزي ما انتم شايفين بيلي استبعد الإجابة على هذا السؤال، وريبيكا قالت له مرة يهمني ان انت تجاوب لانه فرقة تحسبك انه انت اللي قتلتهم، وانا متأكد انه انت ما سويت هذا الشيء، وبانه شكله الكلاب او الزومبي هم اللي هجموا عليكم. هذا يبين لك مدى ثقة ريبيكا ببيلي، وبانه صعب تتقبل انه بيلي اللي جالس ينقذها من اول وقاعد يخاطر بنفسه عشانها يقوم يقتل هذول الجنود. لكن بيلي قال لها بانه انا كان عندي خيارين، اما انهم يودوني للاعدام او اهرب، وعاد انتم افهموها. بعدها نقوم ندخل لهذا الباب اللي قدامنا ومن ثم الباب اللي على يميننا، وبعدها نقوم نطول ونتفادى العناكب بقدر المستطاع عشان نوصل للباب اللي بآخر الممر. بعدها زي ما انتم شايفين لازم ريبيكا تطلع عند وحدة التحكم عشان تفتح الأبواب، وأنا كبيلي لازم أدخل من هذه الأبواب. فتقوم ريبيكا تفتح الباب من عند وحدة التحكم، فأقوم أنا أدخل لهنا وأخذ هذا القطعة، وبعدها تفتح الباب اللي عند الجهة الثانية، فأقوم أطول لحد ما أضغط هذا الزر الأحمر، وبكذا راح ينفتح الباب، لكن زي ما انتم شايفين راح يطلع منه مخلوقات الهنتر. طبعا نقتلهم عشان ما يوجعوا دماغنا، ونقوم ناخذ المفتاح الموجود على الارض، وبكذا نغادر من هذه الغرفة الغثيثة. طبعا نرجع لذي المنطقة ونحاول نفضيها من القرود، ونقوم نطول ونجي لهنا عشان نحل هذا اللغز. واللغز هذا عبارة على انه انت تولع النار عند حيوانات معينة، ولما سويناها بالشكل الصحيح انفتح الباب زي ما انتم شايفين. وبكذا ندخل من الباب اللي انفتح، وبعدها ندخل مباشرة من الباب اللي على اليمين، ولو تعمقنا بهذه الغرفة
راح نلاقي قطعة مهمة عند الدفاية، وهي من أصل الثلاثة قطع لازم نجمعهم عشان نطلع من هذا القصر. وبكذا نرجع مرة ثانية لهنا، كون إن إحنا أخذنا المفتاح من عند الهنتر، ونقوم نفتح هذا الباب الأزرق وندخل مباشرة الباب اللي على اليمين، ولو تعمقنا راح نلاقي هذا المخلوق لكن نتفاداه عشان ناخذ هذا القطعة اللي وراه، وبكذا نخرج مباشرة من هذه الغرفة قبل ما يقتلنا. طبعا نطول ونتفادى هذا المخلوق وندخل من الباب اللي وراه، ومن ثم ندخل الباب اللي على اليمين، والحين لازم نفضي هذه الغرفة من الزومبي عشان لما نجي هنا ونحط هذه القطعة ما يزعجونا. وبكذا زي ما انتم شايفين اخذنا القطعة الثانية من اصل ثلاثة قطع مهمة. بعدها نطلع برا وكالعادة نتفادى هذا المخلوق، حرفيا صار مسخرة، وندخل من الباب اللي جنبه، ولو تعمقنا بالغرفة راح نلاقي بيانو، فنخلي بيلي يلعب بالبيانو ونقوم احنا نلعب ريبيكا، وندخل الممر السري اللي انفتح ونقوم نطول وناخذ هذه البطارية. هذا راح يرجعنا مرة ثانية عند القاعة اللي فيها صورة ماركوس، ونقوم ندخل هذا البواب اللي فتحناها اول، وبكذا طلعتنا عند الساحة الخارجية. طبعا نروح يمين عند المصعد ونحط البطارية اللي اخذناها لما لعبنا بيانو، وبكذا اشتغل المصعد ونشوفه نازل ومعاه كرتون، فنقوم ندف هذا الكرتون لحد هذا الجهة ونطلع وناخذ القطعة الثالثة والأخيرة. وهذا راح يرجعنا عند الغرفة اللي واجهنا فيها أم 44، ونشوف المنطقة ملغمة بهذه المخلوقات الغريبة لكن نتفاداها، وزي ما انتم شايفين ندخل عند البوابة مباشرة. بعدها نطول في هذا الممر الغريب للنهاية، ونقوم ننزل للسلم لتحت، ولو طولنا القدام راح نحط القطعة الثلاثة اللي كنا نجمعها لهنا، وبكذا زي ما انتم شايفين نزلنا البرج. طبعا نطلع السلم اللي نزلنا منه وندخل لهذا الباب اللي قدامنا، ومن ثم نطول من هذا البرج لحد ما نوصل عند الباب الكبير، لكن المشكلة انه هو مقفول، فنقوم نخلي ريبيكا توقف هنا، وبكذا زي ما انتم شايفين انفتح الباب ونقوم ندخل كبيلي. طبعا احنا في مكان اشبه بالكنيسة، ولو قمنا دخلنا لذي الغرفة اللي عند اخر الكنيسة وطلعنا راح نقابل قدامنا خفاش يبقى ينقض علينا، وبكذا لازم نقضي عليه. طبعا جلست اضرب فيه لحد ما مات، ولما جيت ابى اطلع لقيت فتحة فوق الكنيسة زي ما انتم شايفين، وبكذا لازم ننادي شخصية ريبيكا عشان معاها مسدس حق الحبل، وتطلع لفوق وتتقدم لحد ما تنزل بالسلم لتحت، ونروح عند هذه وحدة التحكم ونشغلها، وبكذا زي ما انتم شايفين اشتغل المصعد واللي راح ينقلنا للمكان الجديد. طبعا بعدها ننزل للمصعد اللي شغلناه ونطول لحد ما ندخل لهذه الغرفة، ولو تعمقنا فيها راح نكتشف انه في فتحة بالسقف، ولازم ريبيكا تطلع لفوق بمسدس الحبل ونفترق عن شخصية بيلي، فنقوم نطلع ونجي لهنا ونقوم نطول ونتفادى هذا المخلوق عشان ناخذ هذه الكبسولة، ومن ثم نهرب مباشرة وندخل من هذا الباب. بعدها نضغط هذا الزر الاحمر عشان يفتح لنا ممر، لكن بعدها لازم نهرب بسرعة عشان هذا المخلوق لا يجري ورانا، ونقوم ندخل مباشرة من هذا الباب. طبعا راح نلاقي نفسنا بمعمل وفي اعضاء امبريلا زي ما انتم شايفين ميتين على الارض، فنقوم نجي عند هذه انبوبة الغاز الحمراء، ونقوم بعدها نطلع من هذا الباب ونحاول نفضي هذا المنطقة بالزومبي لانه مرة راح نحتاجها، وبكذا نجي عند هذه المنطقة وناخذ كمان الغاز الازرق، ولما اندمجناها مع الغاز الاحمر اللي اخذناها من ذاك المعمل نقوم نحطها بالكبسولة، وبكذا زي ما انتم شايفين طلع لنا هذا المركب، ولازم الحين نجي عند هنا عشان نرسل شخصية بيلي في هذا الجهاز، وهو نفس الجهاز اللي كنا نرسل اشياء لبيلي في القطار. وبكذا راح نلعب بشخصية بيلي مرة ثانية وناخذ هذا المركب اللي ريبيكا ارسلته، ونقوم نطلع من هذا الباب ونطول للمكان اللي فتحته ريبيكا ونتفادى هذا المخلوق، وندخل للباب اللي على اخر الممر بعد ما حطينا المركب فيه. بعدها نطول في هذه الغرفة واللي زي كأنها مكتب شخص، ونروح عند رف الكتب عشان ناخذ هذه القطعة، لكن فجأة بنتفاجأ بصورة وفيها واحد يشبه العالم ماركوس وهو لابس لبس التخرج، وهذا خلى من بيلي يقول شكله هذا ولد ماركوس أو يمكن يكون حفيده. على العموم بعدها ندخل لهذا الباب ونحاول نقتل الزومبي اللي صار طريقنا، ومباشرة نروح عند الصنم عشان ناخذ هذه القطعة، وهذا الشيء راح يرجعنا مرة ثانية لهذا الجهاز عشان نرسل هذه القطعة اللي أخذناها من الصنم لريبيكا، وريبيكا راح تاخذ هذه القطعة وتحطها عند هذا الباب، وبكذا واخيرا فتحنا. وبكذا دخلنا عند ثلاجة الجثث، ولو طولنا عند آخر الممر راح ناخذ هذه القطعة، وهذا الشيء راح يرجعنا مرة ثانية عند المعمل اللي لقينا فيه أعضاء أمبريلا ميتين، ونحط هذه القطعة عند الجهاز اللي جنب أنبوبة الغاز الحمراء عشان يشيل الغاز من الغرفة، وبكذا نقدر ندخلها بأمان وناخذ المفتاح ونقوم مباشرة نطلع من الغرفة بعد ما جلدنا الزومبي. بعدها نطول لحد آخر الممر ونفتح الباب بالمفتاح اللي أخذناه،
وبكذا راح يواجهون التارد الغثيثين، فنقوم ناخذ هذا القطعة من الأرض ومباشرة نطلع برا قبل ما نموت ونروح عند بيلي عشان نرسل هذه القطعة له. وزي ما انتم شايفين أول ما أخذنا القطعة نقوم نجي لهذا المكان اللي الوحش كان ساد الطريق، ونحط القطعة اللي أخذناها من ريبيكا لهنا، وبكذا راح نحل اللغز والأرقام هي 4 8 6 3، وبكذا انفتح الباب. بعدها بيلي وأخيرا بيشوف القطار قدامه، فقام بلغ ريبيكا بالراديو بهذا الخبر وقال لازم نجتمع ونطلع من هذا المكان بهذا القطار. طبعا نروح عند وحدة التحكم هذه ونشغل هذا الشيء عشان نحرك السلم عشان ريبيكا راح تنزل منه، وبعدها ناخذ هذه القطعة من على الأرض، وبكذا يجي دور ريبيكا تكمل الباقي. طبعا ندخل من هذا الباب ومن ثم الباب اللي على يسار ريبيكا لحد ما نلاقي نفسنا عند وحدة التحكم، فنقوم ننزل لتحت بالسلم اللي بيلي سواه عشان ريبيكا تنزل، ونروح عند بيلي وناخذ القطعة اللي كانت على الأرض وكمان القطعة اللي كانت برف الكتب، ومن ثم نرجع ثاني عند وحدة التحكم ونحط الأغراض اللي أخذناها من بيلي هنا. وبكذا زي ما انتم شايفين يا أعزائي المشاهدين اشتغل القطار ومستعدين للهروب. ولما نبغى ننزل عشان نمشي بالقطار فجأة بيهجم علينا زيك، أقصد القرد على بيلي، ويطيح وهو وياه في المجاري. طبعا انقفلت الكهرباء مرة ثانية حقت المنطقة، فعشان كذا لازم نطلع مرة ثانية عند وحدة التحكم ونحط كل شيء زي ما كان وننزل مباشرة للقطار، ونقوم أخيرا نركبه ومباشرة نشغله عشان نهرب من هذا المكان المرعب وننتقل للمرحلة التالية. أول ما وصلنا وجهتنا نطلع الدرج، فقط نطلع الدرج لحد ما ندخل من عند هذا الباب، وبعدها نطول في هذا المنطقة وننزل بالمصعد لتحت، ونقوم مباشرة ندخل الباب اللي على آخر الممر، ولو طولنا في غرفة المراقبة راح تلاقي مفتاح أصفر ناخذه ونقوم نرجع مكان ما كنا. لكن وقت الرجعة زي ما انتم شايفين طلعوا بوجه مخلوقات الهنتر، الله لا يوريكم. على العموم بعد ما تفيديناهم نرجع لهذا المنطقة مرة ثانية وندخل لهذا الباب، وبعدها نطول عند وحدة التحكم هذه ونحط المفتاح الأصفر اللي أخذناه، وبكذا طلعت لنا هذا المصعد. هذا راح يخلينا نطلع برا عشان نروح لعندها ونقوم نشغل المصعد عشان ننزل لتحت. اكتبوا لي بالله في التعليقات عن وين شفتم هذا التصميم قبل كذا، حسميه محنك ريزيدنت ايفل اللي عرف هذا التصميم ماخوذ من فين. على العموم اول ما وصلنا وجينا نبغى نطول نقابل قدامنا زي ما انتم شايفين القائد انريكو. طبعا ريبيكا استغربت عن ليش انريكو لوحده بالضبط وين الطاقم كلهم، وانريكو قال المفروض يكونوا هنا من اول لانه لازم نروح حاليا عند قصر قريب من هنا، امبريلا كانت تستخدم هذا القصر عشان الابحاث، وكلها نعرف سالفة القصر هذا واللي هو عن احداث ريزيدنت ايفل 1. لكن ريبيكا رفضت انها تروح مع انريكو وقالت لازم تدور على حبيب القلب بيلي لانه هي وهو افترقوا. انريكو قال خليه ينقلع لانه صعب ينجو مع هذه الاوضاع، لكن ريبيكا اصرت انها تبى تنقذ بيلي، وانريكو قال لها تمام لكن حاول تحذري. على العموم بعدها ناخذ المفتاح الموجود على الارض، ولما نجي نطول لهذه المنطقة ونبغى نخرج من الباب اللي على الجهة المقابلة زي ما انتم شايفين نلاقي قدامنا مخلوق التارد وهو يبغى ينقض علينا، وهو يشبه المخلوق اللي كان بجزء كود فرونيكا. على العموم نقوم نجلد المسدس الماغنوم، فقط نجلد فيه لحد زي ما انتم شايفين يطيح، ونروح مباشرة عند المصعد وندخله، وعلى طول نصعد على الدور الرابع. وزي ما انتم شايفين نشوف بانه العالم ماركس مرة معصب وانه قال انه انتهى وقت اللعب ولازم الحين انت وصاحبك تموتوا. وأول ما طلعنا من المصعد ريبيكا قدرت تشوف بيلي، والمجاري جالسة تجره بعيد ولازم نشوف طريقة ننقذه فيها. طبعا نطول وندخل من هذا الباب ومن ثم نطول لحد زي ما انتم شايفين نلاقي نفسنا عند غرفة التحكم، فنقوم نجي عند هذه الشاشة ونحل اللغز بأننا نخلي الأنوار خضراء، وبكذا زي ما انتم شايفين فتحنا الكهرباء بالكامل في المكان اللي انا فيه، وبكذا نقدر نطلع من هذا الغرفة ونصعد مباشرة بهذا المصعد لفوق. بعدها نطول ونتفادى زومبي لحد ما نوصل عند هذا الباب، وكمان نطول لعند الباب اللي على اخر الممر، وراح نشوف نفسنا بصالة بلياردو وفي زومبي طفشانين يبغوا يلعبوا معايا، لكن نطنشهم وننزل من هذا الدرج مباشرة، وبعدها نقوم نطول، فقط نطول من باب لباب لحد ما اخيرا زي ما انتم شايفين لقينا بشخصية بيلي، فنقوم ننقذه. واضح ان المخرجين ما يبغوا من ريبيكا تسوي تنفس اصطناعي لبيلي عشان كذا قام عالج نفسه بنفسه، لكن على العموم ما علينا. بعدها اكتشفوا انه في جثث مره كثيره وبانه العالم ماركوس كان يستخدمهم عشان البحوثات،
وهذا الشيء ذكر ببيلي بالمجزرة اللي سووها فرقة بأفريقيا. على العموم بعد ما أنقذنا بيلي بكذا نقدر نرجع مرة ثانية عند وحدة التحكم هذه اللي كنا فيها ونخلي ريبيكا تهتم بوحدة التحكم، وبيلي لازم ينزل تحت ويرتب الصناديق عشان نقدر ناخذ الصمام من الجهة الثانية. ولما رتبناها صح خلينا ريبيكا تغمر المكان زي ما انتم شايفين بالموية، وبعدها مشينا فوق الصناديق اللي رتبناها وبكذا قدرنا نوصل للجهة الثانية وناخذ الصمام. وهذا يرجعنا للممر اللي بعد غرفة البلياردو عشان نحط الصمام، لكن مستر زق جالس يمنعنا من التقدم، لكن نحن له بالمرصاد فنقوم نحط الصمام وندخل الباب مباشرة. وهنا تجي معاناتي مع الشخصية الثانية، يعني أنا هرتنا الوحش المفروض تكون معايا وتواكبني، لكن زي ما انتو شايفين كل شوية أرجع مرة ثانية عند مستر زق وأقعد أضربه على أساس الشخصية الثانية تواكبني، ولما أقعد أطلع برا كالعادة ما بلاقيها جنبي وأقعد أسوي نفس الكرة بإن أضرب مستر زق عشان تجي مرايا. صراحة جدا سلبية مهي حلوة في اللعبة هذه. لكن على العموم بعد أن نطول ونقتل كل الزومبي اللي سادين الطريق وندخل من هذا الباب مباشرة، وكمان نلاقي هنتر سادين الطريق بذا الممر فنقوم نتفاداهم وندخل لعند هذه الغرفة الآمنة. بعد ما روقنا واخذنا الأسلحة وحفظنا اللعبة نقوم نطلع من هذا الباب، وكالعادة نطول وندخل من باب لباب لحد ما نوصل عند هذا المصعد ونطلع لفوق. ولما جيت أبا أتقدم بيطلع قدامي مخلوق التارن زي ما انتو شايفين، ولازم أواجهه للمرة الثانية. طبعا جلست أجلد فيه لحد ما قدرت أهزمه، وبعدها جيت مباشرة اللي هنا وضغطت الزر هذا عشان ينزل لي السلم لتحت وأقدر أطلع لفوق، وبعدها أطول لحد ما ألاقي هذه القطعة المهمة اللي على الأرض فأقوم أخذها، وبكذا نرجع مرة ثانية من المصعد اللي هزمنا فيه التارنت ونقوم نطول طواله عند وحدة التحكم ونحط القطعة اللي أخذناها، وبكذا راح يجينا صندوق ولازم ريبيكا فقط اللي هي تدخله لأنها مناسبة على نفس الحجم حق الصندوق. بعد ما الصندوق نقلني بكذا نقدر نروح عند وحدة التحكم هذه ونقوم نشغلها، وبكذا زي ما انتو شايفين وقفنا مجرى المجاري من التدفق وبيلي يقدر يلحقني. فنقوم نطلع برا من هذه الغرفة وننزل مباشرة للسلم قبل ما هذه المخلوقات تقتلني، وبكذا نوقف نلعب ريبيكا والحين نلعب ببيلي ونخليه ينزل لهذا المصعد لتحت ونطول لهذا الباب، وبعدها فقط نقوم نطول لحد ما نلاقي انه مجرى المجاري خلاص ما فيه موية كونه انه احنا قفلناه بوحدة التحكم لما لعبنا بريبيكا فنقدر نمشي فيه. لكن احذر الضفدع اللي يوقف في طريقك، ترى ضربة واحدة زي ما انتو شايفين تموتك. على العموم نعيد الكرة مرة ثانية ونحاول نقتله هذا المرة وما نسوي نفس الغلطة حقتنا، ونطلع مباشرة من الجهة الثانية بالسلم وندخل من هذا الباب، وبكذا انا وصلت عند ريبيكا. ولما جيت لعندها لازم اساعدها تطلع لفوق عشان تاخذ هذا القطعة، ولما اخذناها زي ما انتو شايفين هجموا علينا هذا المخلوقات القذرة فنقوم نطلع من الدرج مباشرة. طبعا الحين لازم نقتل هذا المخلوق اللي بالغرفة لانه راح نسوي حاجات بذي الغرفة اللي احنا فيها، بدنا نروح عند هذا الغاز الازرق وبعدها نروح عند هذه الطاولة عشان ناخذ هذه القطعة، وبكذا نقدر نرجع مرة ثانية عند هذا المنطقة ونقدر نشغل هذا البنش عشان يطلعنا لفوق وناخذ البطاقة. بس المشكلة اللي واجهتني وطولت فيها انه لازم يكون عندك محلول احمر عشان تدمجه بالازرق اللي معاك، فجلست ادور على المحلول الاحمر لساعات من غرفة لغرفة فقط ادور عليه لحد ما اخيرا قدرت الاقيه بان اروح عند هذا السلم الخفي اللي ما ادري مين قدر يشوفه ونطلع مباشرة لفوق، وبعدها نطول طوالة عند اخر الممر وزي ما انتم شايفين قدرنا نلاقي المحلول الاحمر، وبكذا نقدر ندمجه مع الموية وبعدها راح تدمجه مع البطارية، وبكذا راح ترجع مرة ثانية عشان تشغل الونش ويطلعك لفوق، وبكذا زي ما انتو شايفين واخيرا قدرنا ناخذ البطاقة، وبعدها واخيرا نجي عند هذه المنطقة ونحط البطاقة ونقدر نطول على طريق الخروج. لكن لما فتحنا الباب بيجي فجأة هذا الشخص ويوقفنا، بيلي بيقول له انت مين بالضبط، وفجأة بيكتشفوا ان هذا هو الدكتور ماركوس، وقام يتذكر الوقت اللي تحول فيه لكذا بانه قبل 10 سنوات العالم سبنسر واللي هو من ضمن مؤسسي امبريلا قام اغتاله، واللي نفذ الاغتيال هذا هو ألبرت ويسكر، وقام ويليام قال لي ماركوس بان انا راح اشتغل واكمل على بحوثاتك، وبكذا عرفنا انه ماركوس هو اللي صمم كل شيء، التي فيروس وبرضه الجي فيروس اللي من اول ويليام قاعد يفتخر فيه. ايوه طلع ويليام حرامي وما سوى اي حاجه، هو الدكتور ماركوس اللي سواها، وشخصيه ويليام كمل على حقه المشروع وبعدين قاعد يتباهى بانه هو اللي سوى الجي فيروس مع انه ما سوى اي شيء. وزي ما انتم شايفين بعد سنين من التعفن كجثه هامده بتجي واحده من دوداته واللي كان يسوي بحث عليها وتدخل بفمه وتعطيه حياه جديده، وهو في الوقت الحالي راح يدمر امبريلا وكمان راح يدمر العالم
وبيلي قال على جثتي. وزي ما انتم شايفين نشوف بانه ماركوس قاعد يطلع حاجه من فمه، والحل لازم نواجه هذا الشيء. طبعا نقوم نجلد فيه طاخ طيخ طربخ تططح لحد ما مات زي ما انتم شايفين. وبعدها نجي عند الجثه ونلاقي مفتاحين، ولازم بيلي ياخذ مفتاح وربيكا تاخذ مفتاح. وبكذا زي ما انتم شايفين قدرنا ندخل من هذا الباب، ونقوم مباشرة نطول ونطلع لهذا المصعد عشان الحرية. لكن فجأة بنشوف انه ماركوس زي ما انتم شايفين قاعد يطاردنا، وبنسمع انه راح يصير فيه تدمير ذاتي في المكان. وربيكا استغربت مين سوى هذا الشيء بالضبط. وطبعا كلنا نعرف بانه العالم ويليام هو اللي سوى هذا الشيء، كونه قال بانه احنا لازم نخفي الادلة. وبعدها زي ما انتم شايفين نطيح بالمصعد لهنا، ولازم الحين نواجه العالم ماركوس. طبعا مهما تضرب شخصية ماركوس ما راح يتأثر بأي سلاح موجود معك، ايوه حتى لو عندك RPG ما راح يتأثر بأي حاجة هي موجودة معك. بعدها ربيكا اكتشفت انه نقطة ضعف العالم ماركوس هي الشمس، وبانه لازم نفتح السقف اللي فوقنا عشان نقدر نهزمه. فعشان كذا نقعد نضربه، وتقوم ربيكا تفتح السقف، وكل اللي علينا نسويه هو انه ما يركز عليها وفقط يركز علينا. وبعد ما لفت كل الصمامات قدرنا نفتح واخيرا السقف، وبكذا زي ما انتم شايفين قدرنا نقضي على العالم ماركوس. وبعدها بيلي يقول جملته المشهورة: Hey, Queenie! Feast on this! وبعدها نقوم نهرب، وينفجر قصر العالم ماركوس. وعلى قول ويليام بانه هو راح يخلي الأدلة تحت الأنقاض، وهذا الكلام طلع صح زي ما انتم شايفين. بعدها بنرتاح، وفجأة ربيكا بتكتشف القصر، وهو نفس القصر حقت ريزيدنت ايفل 1. فتقوم تاخذ القلادة حقت بيلي عشان تكون حالته بالنسبة للقوات ولجميع الناس ميت. وبعدها عطتنا سلام عسكري، وقام بيلي سوى نفس الشيء احتراما لربيكا. وبكذا افترقنا من شخصية بيلي وما شفناه بعد كذا نهائيا. وكمان هذه هي نهاية ريزيدنت ايفل 0. وبس كذا يا جماعة، كذا يكون انتهينا من لعبة Resident Evil 0، وبكذا يكون كمان خلصنا نص السلسلة حقت Resident Evil. إذا تبغون نبدأ بالنص الثاني اكتبوا رأيكم بالتعليقات، أو إذا تبغون نبدأ بسلسلة جديدة كمان ما عندكم أي مشكلة. لكن على العموم كذا يكون انتهينا من لعبة Resident Evil 0. لا تنسوا من لايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم جديد، وتدفعوا المقطع للناس المهتمين بسلسلة Resident Evil. السلام عليكم.